وقال شيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى قال: إن عباد الجهمية قالوا إن الله قد حل في كل مكان، فما الذي أتى به نظراؤهم ومفكروهم؟ قالوا بزعم أعظم، وهو زعم الاتحاد، فيقولون إن الله اتحد في كل شيء، فما تراه هو عين الله، تعالى الله عن ذلك. ولذلك على قولهم لا يدرى الزوجة هي الإله أم الزوج. ولذلك قال ابن القيم: فقبح الله طائفة إلههم ينكح، لأنهم إذا قالوا إن الله هو كل ما تراه فيلزم من ذلك مفاسد كبرى. ثم جاءت الطائفة التي هي أفظع غلوا من هؤلاء، فقالوا إن الله لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال، فلما أغلق عليهم الباب من أن هذه هي صفة المعدوم، فقالوا إذن لا معدوم ولا موجود. نقول إذن جعلتموه كالممتنع، لأنه يمتنع أن يكون هناك شيء لا موجود ولا معدوم. وشبهتهم في ذلك قوله عز وجل: وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. فيقال لهم هذه الآية يفسرها قوله تعالى: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم، فكما أنه معبود عند أهل السماوات فهو معبود عند أهل الأرض. وليس معنى ذلك أن الله في الأرض، تعالى الله عن ذلك. ولذلك لو نظرتم إلى آخر الآيتين لوجدتم فيها ذكر العلم: وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون، ذكر العلم. وقال في الآية الأخرى: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم، ذكر العلم.